أعلن الجيش السوري سيطرته على منطقتي العامرية وتل الزرازير في مدينة حلب، مؤكدا مقتل عشرات المسلحين خلال العمليات التي نفذها في أحياء المدينة وإلقاء القبض على العديد منهم بريف دمشق. من الصعب نكران أن وتيرة الحياة في دمشق تغيرت إلى حد كبير منذ بدء الأزمة قبل عام ونصف العام، ولكن شوارعها لم تصمت وأهلها لا يزالون يعيشون تفاصيل حياتهم وإن اختلفت مفرداتها. أيام فقط على تفجيرين استهدف مقر هيئة أركان الجيش السوري تبع باشتباكات عنيفة كانت كفيلة لحظتها أن تتوقف حركة الناس لساعات لتعود بعدها الأسواق والشوارع إلى ما كانت عليه من ازدحام. تأثرت مثلا ساعتين ثلاثة أربعة بجوز نفس اليوم بالليل تمت متأثرة، ثاني يوم الصبح رجعت الحياة الطبيعية، كل إنسان رجع لشغله، كل محل رجع فتح، يعني الإنسان أكيد الحياة ما حتوقف لأنه صار تفجير. طبيعي أنه الناس تخف شوي لما يكون في حدث أمني، ومن الطبيعي أن تعود لأنه السوريون يدركون أن هناك عقوبات اقتصادية كثيرة على سوريا، وهم يريدون أن يعملون بطاقة مضاعفة حتى يذللون هذه العقوبات. ضغوطات كثيرة اقتصادية وأمنية يتعرض لها المواطن السوري، لا يبدو من خلال هذه الحركة أنها استطاعت التأثير على مجرى حياته بالكامل، إلا في حالات اضطر فيها إلى هجر بيته ومنطقته بسبب أعمال العنف. وهو ما لم يحصل كثيرا في قلب العاصمة، حيث الهدوء يكون الغالب في معظم الأحيان، على عكس ريف دمشق ومناطق أخرى لم تهدأ منذ أشهر، وعلى رأسها حلب التي تستمر فيها الاشتباكات بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة. المصادر الرسمية تتحدث عن عشرات القتلى من المسلحين في اشتباكات تل الزرازير وعدد من الأحياء الأخرى. معركة طالت وترقب نحو النتائج. إن من يدعي أنه يملك 70% من الأرض السورية فهو يستطيع أن يحدد ساحات المعركة ويجر الطرف الآخر إلى الصراع، أما أن يختبئ بين السكان المدنيين ويعذب هؤلاء الناس ويحملهم ما لا طاقة لهم به وليس لهم علاقة به فهذا عمل مرفوض ومدان ولا يعطي أي مؤشر حقيقة لا على قرب الانتصار ولا على تحقيق أي حلم من أحلامهم الغير مشروعة. في ريف دمشق وأطرافها تستمر اشتباكات وملاحقات من قبل الجيش السوري لعناصر من المعارضين المسلحين، ما يسفر في كثير من الأحيان عن إلقاء القبض على عدد منهم مع أسلحتهم. عتاب الدقة، العالم، دمشق. تشهد العلاقات التركية السورية توترا متصاعدا بعد انخراط أنقرة بالأزمة السورية ودعمها للمسلحين وجعل معابرها الحدودية الشريان الذي يعبر منه المسلحون الأجانب للمشاركة في حرب الأخوة. ويرى مراقبون أن تركيا بدأت تشعر بتداعيات الأزمة السورية على مستوى الداخل والمواجهة مع حزب العمال الكردستاني، إضافة إلى توتر العلاقات مع دول الجوار. الأزمة السورية التي غرق في أوحالها المعسكر الغربي بتمويل عربي وبرعاية تركية بدأت تأخذ أبعادا مختلفة وبنتائج عكسية، فالتدخل الخارجي المتمثل بالمال والسلاح أصبح وقود الأزمة وسبب استمرارها. فتركيا الجار الشمالي لسوريا شكلت شريان التدخل الخارجي بحسب ما تقول دمشق، والتي تعتبر أن أنقرة ردت على يد سوريا الممدودة للسلام بفتح معابرها للمسلحين الأجانب الذين يقتلون ويذبحون دون وازع أو رقيب. فقد ساهمت حكومة أردوغان بتدريب وتهريب المسلحين بعد امدادهم بالسلاح والعتاد، ناهيك عن الدعم اللوجستي والاستخباراتي للجماعات المسلحة. الجانب التركي لم يقف عند هذا الحد، بل طالب ولا يزال بإقامة مناطق عازلة على الحدود مع سوريا، إضافة إلى جعل أرضها ساحة للاستخبارات الأمريكية والسعودية وربما الإسرائيلية، وهو ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز عن نشاطات لمسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية جنوب تركيا لتدريب المسلحين وتزويدهم بقذائف صاروخية وصواريخ مضادة للدبابات بتمويل قطري وسعودي، وتؤمل لهم صور أقمار صناعية مفصلة لتحركات الجيش السوري. وفي المقابل أكدت مصادر الجماعات المسلحة أن شحنات الأسلحة يتم تهريبها إلى الأراضي السورية عبر مركبات تابعة للجيش التركي. وأكدت صحيفة ساندي تايم تورط المخابرات البريطانية بتدريب المسلحين في مخيمات داخل الأراضي التركية،
هذا التورط التركي في الأزمة السورية دفع دمشق إلى توجيه رسالة إلى حكومة أردوغان مفادها أن سوريا على استعداد لفتح بعض من مخازنها أمام حزب العمال الكردستاني الذي يطالب دمشق بتزويده بأسلحة نوعية بحسب مصدر مقرب من حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، مؤكدا أن لدى النظام في سوريا توجها لتسليح المقاتلين الأكراد بأسلحة ثقيلة وحديثة من ضمنها صواريخ كورنت، والتي سوف تغير وجه الصراع في جبال قنديل في حال حصل عليها مقاتلو حزب العمال الكردستاني، فضلا عن معدات ومدافع هاون وأسلحة كثيرة يطلبها الكردستاني. هذا الاندفاع التركي يقابله شبه تراجع سعودي قطري بعد خيبة الأمل من عدم القدرة على إسقاط سوريا خلال أشهر، وفيما تواصل حكومة العدالة والتنمية تخبطها في أوحال شمال حلب، تتصاعد الانتقادات الداخلية للحكومة حيث اتهمت المعارضة أردوغان بإقحام تركيا في الأزمة السورية، ما أفقدها المصداقية ورفع من منسوب التوتر مع دول الجوار. أجريت لمدير مكتب قناة العالم في دمشق حسين مرتضى عملية جراحية بسبب إصابته برصاص مسلحين أثناء تغطيته للأحداث في دمشق الأسبوع الماضي، وما زال مرتضى يستقبل زائره في المستشفى. وفي هذا السياق قال عضو الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة طارق الأحمد إن مرتضى شكل علامة فارقة في الإعلام، معتبرا إصابته استهدافا للخبر الحقيقي. وبدوره أشاد أمين سر فتح الانتفاضة أبو حازم الصغير بقناة العالم، مشيرا إلى أنها تعمل على الساحة السورية بشكل جيد، لا سيما مدير مكتبها الذي يحظى بشعبية كبيرة.